السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أعزائي المشاهدين، ما زال اللقاء يتجدد مع حضراتكم مع برنامجكم بكرة أحلى. تحيا مصر، ومصر تحيا، ويا مصر بكرة أحلى. تحيا مصر لو تنادي، كلنا بنقول بلادي، كلنا شرطة وجيش، من المشير حتى الشاويش. تحيا مصر بكل ناسها، لو تقرر مين يحوشها. تحيا مصر واحنا اساسها. تحيا مصر ومصر تحيا، ويا مصر بكره احلى. اعزائي المشاهدين، وما زال اللقاء يتجدد مع حضراتكم، والنهارده بنتكلم على موضوع مهم جدا، الا وهو العرس الديمقراطي للانتخابات النيابيه. طبعا كان اليوم النهارده بدا النهارده الصمت الانتخابي للمرحله الاولى اللي هي الجنوب، وبدانا من النهارده في الدعاء الانتخابيه للقاهره ووسط القاهره والدلتا للانتخابات النيابيه. يسعدني ان يكون معنا اليوم، هنبدا من على اليمين مع الاستاذ ملاك عيد شحاته، المرشح لعضويه مجلس النواب عن دير الشبرا. اهلا وسهلا يا فندم. اهلا وسهلا بحضرتك. ومعانا المستشار عماد ابراهيم، مساعد رئيس حزب الثوره وامين التنظيم بالحزب. اهلا وسهلا يا فندم. اهلا وسهلا بحضرتك. ومعانا فضيله الشيخ عمر الشيبي، معانا طبعا دايما منورنا. اهلا وسهلا. من عمر الازهر الشريف ورئيس اللجنه الدينيه لمنظمه دول حقوق الانسان. اهلا وسهلا يا فندم. اهلا وسهلا يا فندم. اعزائي المشاهدين، النهارده هنبدا نتكلم عن العرس الديمقراطي اللي احنا موجودين فيه النهارده، وهنبدا اول سؤالنا لسياده النائب ان شاء الله القادم الاستاذ ملاك عيد شحاته. استاذ ملاك، حضرتك شايف احنا النهارده بدانا الدعاء الانتخابيه، حضرتك هل استعديت لهذه المعركه؟ هل انت جاهز بالفعل بناسك وبرجالتك في الشارع؟ ونحن نعلم ان هناك بعض الكيانات وبعض النواب بيستغلوا حاجه الفقراء والمساكين ان هم يعملوا دعايه بطريقه غير مباشره لكسب رضا الناس اثناء الانتخابات، وبعد كده ما بنشوفش وشهم. حضرتك شايف انت كنائب او محتمل للانتخابات النيابيه، حضرتك شايف انت هتقدم ايه اولا لاهل دايرتك؟ اتفضل يا فندم. الأول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حضرتك شبرا الخيمة ليها نطاق تاني بعيد عن الدوائر كلها. نعم. شبرا الخيمة دايما مهملة من نوابها. مهملة. مهملة من نوابها. نعم. في ملفات كتير قوي في شبرا الخيمة لازم تتفتح. حقيقة فعلا. عندنا حاجات كتيرة زي القمامة. يعني القمامة الشوارع الرئيسية في شبرا الخيمة هي مليانة بالقمامة. دي حقيقة يا فندم، دي حقيقة. أنا معاك حضرتك، أنا دخلت عزبة أم بيومي ولا تقريبا حضرتك، وكنت جاي لحضرتك، كنت عامل حفلة كبيرة لتكريم اليوم العالمي لليتيم. بصراحة أنا فخور إن أنا كنت موجود معاك، حضرتك عملت عرس ديمقراطي جميل وساعدت الأطفال الأيتام. ده الكلام ده على فكرة قبل الانتخابات، عشان بس السادة المشاهدين يعرفوا الكلام ده. حضرتك راجل خير وكلنا نعلم هذا الكلام. حضرتك أنا دخلت وأنا جاي من عند أم بيومي من الدائري، انا يعني مش متخيل ان احنا في شبرا الخيمه العريقه يبقى الشكل بالشكل ده. لا. كميه قمامه، يعني ده انا حاسس ان في هرم قمامه موجود، كل 100 متر هرم قمامه. الشوارع مش ولا فيه ولا فيه ولا فيه، وفيها كل حاجه موجوده، فيها غاز طبيعي وراكب، يعني اللي معطلنا ان احنا الشارع ده اترسف ويتشال الموجود ده في وسط الشارع، والجراشات اللي في كل حته. برضه هنعرض حلول. انت دوست على الجرح يا ملك كبير، ما شاء الله عليك، اشكرك ان انت دوست على الجرح. اتفضل يا فندم. احنا عاوزين نعرض برضه حلول للقمامه من ديت عشان ما نحملش على الحكومه في كل حاجه. نعم. احنا عاوزين نعمل مصنع لإعادة تدوير القمامة في صحراء الأليوبية. ده الفكر الجديد. ده الفكر الجديد. من ناحية هنعيد تصنيعها، من ناحية تانية هتاخد عمالة كبيرة. هنحل مشكلة البطالة. مشكلة العمالة ده ياخد حوالي 311 ألف عامل. يعني أنت عاملها دراسة جدوى كده بالأرقام دي، ده أنت عامل دراسة جدوى. إن شاء الله. ما شاء الله، ده أنت كده هتعين كل شباب شبرا الخيمة. إن شاء الله. فكرة على فكرة حاجة جميلة يا سيادة النائب. إن شاء الله سيادة النائب القادم إن شاء الله. أول حاجة، أول ملف هيتفتح. ملف القمامة. فعلا شكلها بقى بشع جدا يا سيادة النائب. وفي برضه البنية التحتية. يعني شبرا الخيمة هتلاقي كلها مكسرة، انت ما تعرفش تمشي بعربيتك. دي حقيقة. انت بتحس لما بتخش شبرا الخيمة ان انت بتخش دولة تانية. نعم. انت يعني طب اين المحافظ يا سيادة النائب؟ واين رئيس الحي، حي اول وحي تاني، او نتكلم بصراحة بحي اول؟ الناس دي برضو احنا لازم عشان نقول نتكلم بصراحة. لا معلش، نتكلم بصراحة. الرئيس بيشتغل والرئيس عمال يعمل خطوط. الناس كلها شغالة، بس في نقطة أنا عشان أقول مشكلة لازم أعرض حلها. مظبوط. أتواصل وأعرض حلها، إنما أنت ما تواصلتش وأنت يا نائب الشعب ما تكلمتش، طب خلاص.
عملت ايه الدوره اللي فاتت؟ الدوره اللي فاتت النواب بتوعنا يعني مش عارف اقول ايه. يبقى احنا بنوجه رساله دلوقتي اعزائي المشاهدين، مفيش خطه عمل في شبرا الخيمه من اي اتجاه. يبقى احنا دلوقتي يا سياده النائب بنوجه رساله للشعب المصري او لشعب شبرا الخيمه ان انتوا ذقتوا الامرين من اعضاء مجلس النواب السابقين، ودي حقيقه الشعب كله على فكره، الشعب كله مجلس النواب السابق بالكامل كان لم يحدد الحد الادنى من طموحات المصريين. عايزين نائب بحجم حلمنا زي ما قلنا، لم يحددوا حتى الحد الادنى لمشاعر الجماهير او لعملوا حاجه على وجه الارض. فاحنا بنوجه رساله ان انت لما تختار اختار صح، لما تيجي تختار من يمثلك اعرف ان انت صوتك امينه، اعرف ان صوتك دوت بيترتب عليه حاجات كتيره جدا، ان انت عندك 5 سنين قادمه جايه انت محتاج ان انت تختار من يمثلك بالفعل اللي هو يقدر يربع على الاقل طموحاتك زي ما سياده النائب. ايه يعني ليه الفكر الجديد ده احنا محتاجينه يا سياده النائب؟ المشكله سيد بيه ان راس المال هو اللي بيتحكم في الانتخابات. نعم يعني رؤوس الاموال الطفيليه بتتحكم فينا. الله الطفيليه بتتحكم جديد. فينا جميله. تمام. فانا يعني بقول للناس انت 5 سنين من عمرك وعمر ولادك في ايدك النهارده، مفيش اي حاجه تعمل في ايدك النهارده. نعم. في مستشفياتك، الصحه، ملف الصحه، ملف الصحة ده ملف كبير لازم نعيد تطوير المستشفيات في شبرا الخيمه. الله عليك يا سياده ونراجع. انت بتوجه رسائل للشعب، بتوجه رسائل. النهارده انت في ايدك تحدد مصير نفسك. نعم. في ايدك تحدد مصير نفسك. احنا عندنا ملفات كتير لازم تتفتح. شبرا الخيمه محتاجه رعايه من جميع النواب اللي يمسكوها. نعم. يبقى شغلهم الشاغل العمل العام بتاعهم. نعم. يبقى هي دي دنيتهم. نعم. احنا محتاجين نائب بحجم احلامنا فعلا يا سياده النائب. فندعو من ربنا يعني يا رب ان شاء الله يولي الاصلح، بالتوفيق حد يشتغل لنا بالتوفيق يا سياده النائب ان شاء الله. نيجي بقى للمشاريع. مشاريع عماد، حضرتك شايف موضوع الانتخابات في الوقت الحالي، ويمكن يعني فضل تعالى ان احنا قدرنا نخلص مجلس الشيوخ وربنا اكرمنا ودخلنا على مجلس النواب، والعالم كله بيعاني من جائحه كورونا واحنا ما زلنا صامدين وبنكمل عرسنا الديمقراطي. دي على فكره حاجه تحسب للدوله المصريه انها في ظل ما يحدث الان من تحذيرات من فيروس كورونا ان مصر ربنا حافظها من فوق 7 سماوات وحافظ اهلها. تقول ايه او انت شايف ايه وجهه نظرك الشخصيه للنائب القادم؟ عايزه بقى ايه ويعمل ايه واحنا عانينا الامرين من مجلس النواب السابق؟ اولا بسم الله الرحمن الرحيم، هنحيي حضرتك وبرنامج بكره احلى وضيوفك الموجودين وملاك بيه والشيخ والمخرج والقائمين على هذا العمل. انا كنت اود ان مجلس النواب الحالي يكون متغير فكره تماما، لكن دخل المال السياسي في افسده، وده شيء افسده الحياه السياسيه في مصر. طبعا. نعم. احنا عايزين الشعب هو اللي يختار، ما يضغطش على الفقير، ما عايزين حكايه الكرتونه والزيت والسكر والكلام ده كله. طبعا الشعب بيعاني من الازمه الاقتصاديه، فالنائب بينزل دلوقتي بيدوس على الحته دي، بيدوس على الكلام ده، بيدوس على حاجه الفقراء. طبعا بيستغل. طبعا بيستغل حاجه الفقير عشان يحقق كميه اصوات على الارض ويشتري اصوات. طبعا. وبالنسبه دي حاجه تحزن على فكره، ده حاجه تحزن. بس الشعب، انا عايز رساله للشعب المصري كله، صوتك امانه، ده مش مستقبلك، انت مستقبل ابنك. انت ما تبيعش نفسك بالجنيه، ما تبيعش نفسك بكرتونه ولا بزاز الزيت، لا بص لابنك عشان دي مستقبل مش مستقبلك انت. ما تخافش على نفسك، خاف على ابنك. 5 سنين ده عمر، وصوتك امانه. يعني انا حزين على اللي بيحصل على الارض. طب انا حزين على اللي بشوفه كمان يا رئيس. مع المشاور حضرتك ناشط سياسي وامين تنظيم لحزب سياسي كبير، حضرتك شايف ان دور الاحزاب السياسيه فين للتوعيه في الكلام ده؟ هل ليها دور بالفعل بتقوم بيه؟ والاحزاب السياسيه النهارده بقت قاعده متفرجه، يعني هم حزبين ثلاثة في احزاب شغالة على الساحة. هم اللي ظاهرين بمالهم، بالمال السياسي زي ما حضرتك قلت كده. وباقي الاحزاب مكتوفة الايدي، ما عندهاش مال. ولو عندها مال هتظهر، مفيش مال. طب دور الاحزاب ايه؟ فين دور الاحزاب يعني؟ بنناشد على الاحزاب. بنناشد بنناشد وبنعمل مؤتمرات وبنناشد وبنقول اختاروا صح. الزمن كله بيتغير، فلازما احنا نتغير ونقول للعالم كله ان احنا عندنا ثقافة وعندنا وعي، ومش احنا الشعب اللي يشتري بالمال. لكن للاسف ان الدوره دي بالذات المال السياسي لعب فيه
جامد قوي قوي. دي حقيقه، وشفنا المظاهر دي في الانتخابات السابقه. اه طبعا، بس ما كانتش بالكامل ده، ما كانتش بالصوره، بالصوره الزهره اللي حصل في الشيوخ النهارده. اه بس لسه النهارده ما جربناش، لسه التجربه ما بداتش. احنا بدانا الصمت الانتخابي، لسه بقى قدامنا تقريبا 6 ايام على المرحله الاولى لما يبدا التصويت فيها، واحنا شايفين ان الناس بقى عندها وعي. يا عماد بيبي، انا اروح على فكره سافرت الصعيد، كنت في مؤتمر حشد في الصعيد، وكنت حضرتك والمساكين معايا. شفنا النهارده الفلاح المصري العظيم، النهارده بقى حجم الوعي عند الناس كبير. انا كنت سعيد، الناس بتقول لك احنا مش هتضحك علينا تاني، فاحنا بنوصل رسائل للشعب المصري اهو، صوتك زي ما حضرتك قلت امانه. اللي بيشترك النهارده بالرخيص بكره ايه؟ وعايزين الشباب بكره هيبيعك بايه؟ وعايزين الشباب، عايزين الشباب يليها دور. نعم، دور الشباب. اه طبعا، اه طبعا، الشاب يقدر يقدم. ما احنا بنعمل الشباب يا احنا كلنا بنشتغل من اجل الشباب. الشاب من جوه يقدر يقدم، ويقدر يقدم حاجه للبلد، خلاف اللي بيخش يقعد مره واثنين وثلاثه. مش هو احنا عرفنا بقى من الاشكال القديمه يا ريس، احنا زينا الاشكال القديمه، كل نفس الاشكال، نفس اللجوء ما بتتغيرش. وعلى فكره كل الفاسدين بداوا يصدروا المشهد النهارده، كلهم بيتصدروا المشهد بالكامل. اللي قامت عليهم ثورتين عظيمتين، وفي منهم انا اسف جماعه اخوان المسلمين بالدور الرابع والخامس، الطابور الرابع والخامس، متخفي النهارده في شكل ان هو محب للوطن، وبقى موجود النهارده بالمال السياسي. واحنا النهارده عندنا كارثه، عايزين نقول للشعب ليه ما بينزلش يا ريس؟ نعم، لان في عدى دوره واثنين وثلاثه واربعه، هو التعليم، هو الصحه، هي الناس تعبت، الناس تعبت. نعم، بتروح وتقعد باصواتها ومفيش جديد. اشكرك، نتمنى ان شاء الله باذن الله ان يكون القدر افضل ان شاء الله. فضيله الشيخ، بقى حضرتك شفت طبعا الحوار من الساده السياسيين، مرشح مجلس النواب ان شاء الله محتمل في شبرا الخيمه، ان شاء الله يبقى نائب قادم، لان راجل طموحه كبير قوي، انه عايز يعمل حاجات كتيره يخدم بيها شعب شبرا الخيمه. هكشاف النهارده حته بقى من الناحيه الدينيه، حته شراء الاصوات سواء من خلال الكرتونه والزيت والسكر ولا بالمال السياسي الملوث، هل من ناحيه شرعيه تقول ايه؟ بدايه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الوحيد القهار، والصلاه والسلام على حبيبنا محمد محي الشرك والعار، والسلام والرضوان على ال بيته وصحابته وتابعيه اولي الهمه والاقتدار. اما بعد، فرحم الله الحكيم لحظه قال: وما من كاتب الا ويفنى ويبقي الدهر ما كتبت يداه، فاكتب بخطك فلا تكتبن بخطك غير شيء يسرك في القيامة أن تراه. إن ربنا ربانا على أن ديننا وواقعنا وحياتنا تقوم على الأمانة، فأصلها قال ربنا فيها: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وما من نبي أرسله الله جل وعلا من لدن آدم إلى خاتمهم حبيبنا ومصطفانا محمد صلى الله عليه وسلم إلا وقال كلمة واحدة: إني لكم رسول أمين. ورسولنا صلوات الله وسلامه عليه عرف في الجاهلية قبل أن يشرفه ربنا جل وعلا بالبعثة والرسالة، عرف فيما بين خلانه وأحبابه بالصادق الأمين. والمسلم لا بد وأن يتصف بما اتصف به أحباب الله من الأنبياء والمرسلين، لذلك لن نعجب حينما نرى وصفهم قد تكرر مرتين، مرة في المؤمنين، مرة في سورة المؤمنون، ومرة في سورة المعارج، إذ قال الله تعالى: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. وكثيرون هم الذين حفظوا من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله: ألا لا إيمان لمن لا أمانة له، ألا لا دين لمن لا عهد له. لذلك بتوجه رسالة يا فضيلة الشيخ للناس اللي لحد النهاردة بتضحك عليها، توجه لهم إيه رسالة إيه؟ اللي هو بيبيع نفسه وإرادته وصوته، بيبيع نفسه لمدة 5 سنين. الكلام ليس بكلامي. توجه لهم إيه للناس دي، يعني للشعب المصري العظيم، توجه إيه للناس اللي بتعمل كده؟ لن أوجه كلمات من تلقاء نفسي، إنما أوجه كلمات من لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. ها هو رسولنا صلوات الله وسلامه عليه، جاءه أعرابي وهو جالس بين صحابته يوما، فقال: يا رسول الله، متى الساعة؟ فرد النبي عليه الصلاة والسلام السؤال بجواب يصلح حال الدين، يصلح حال الدين والدنيا، فقال له صلى الله عليه وسلم: يا من تبيع صوتك، ويا من تشترى بالرخيص.
إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. فقال الرجل: وكيف إضاعتها يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. فهذا الذي سنذهب نعطيه أصواتنا لابد وأن يكون صاحب برنامج انتخابي حقيقي وقادر على تنفيذه، وعنده من الجرأة والشجاعة والثبات ما يشرع لنا ما يصلح أمر ديننا ودنيانا وما يصلح لأولادنا وأحفادنا في المستقبل. ها هو أبو ذر رضي الله عنه وأرضاه جاء رسولنا يوما فقال: يا رسول الله، ألا تستعملني؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، إنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه. معنا مداخلة الأستاذ محمد الخولي. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ محمد اتفضل، مع حضرتك على الهواء يا فندم. وطي بس التلفزيون عندك شويه لو سمحت. يعني امام الشيخ عمر، اتفضل يا فندم. وبسلم على سعاده المستشار عماد بيه. حبيبي استاذ محمد، اتفضل يا فندم. طب وسياده النائب ملاك بيه، منتظر ان شاء الله كل التوفيق سياده النائب ملاك عيد ان شاء الله يا فندم. وحضرتك بقول لحضرتك بصفتك رئيس حزب الثوره، كل سنه وحضرتك طيب. وحضرتك طيب. وكل اعضاء حزب الثوره بخير وكل طيب. سنه في تقدم وازدهار ان شاء الله باذنك يا رب. حضرتك طيب يا فندم، اتفضل يا فندم. انت بتتكلم بقى على عيد ميلاد الحزب، وعايزين بس بعد اذن حضراتكم يعني كلكم جهابذه يعني نوعي الناس ازاي يختار النائب بتاعه، ازاي يشوف اللجنه بتاعته، محدش يستغله المال السياسي حضرتك زي ما حضرتك عارف. نحط النقط على الحروف لكل ناخب ازاي يدي صوته للمرشح اللي هو يستحق، زي الفعاليات اللي عاملها ملاك بيه مثلا في شبرا، فعاليات جميله جدا للايتام، وعمل حفله كبيره ووزع فيها شنط مدرسيه بمستلزماتها كشاكيل وقراريس يعني. بس ده ما كانش غرض الانتخابات يا محمد بيه، ده الكلام ده الراجل عامله قبل الانتخابات خالص، هيقولوا ان هو راجل خير يعني، عشان بس الساده مش ما يقولوش ان هو استغل الموقف وعمل كده. ده الكلام ده كان قبل ما تبدا انتخابات خالص يعني. الراجل بيعمل خير لوجه الله تعالى كتير ومش هنتكلم عنه يعني، احنا مش عايزين نقول انه عمل كده عشان انتخابات، احنا بنوضح بس الساده المشاهدين. معلش برضو اتفضل يا حاج محمد. دي مش يا ريس، دي مش دعايه انتخابيه. مظبوط، انت تقول نقول الكلام ده بقى، نوضح للناس الكلام ده. نعم بالظبط يا فندم، دي مش دعايه انتخابيه، هو الراجل بيعمل خير دائما وابدا. أيوة. من قبل الانتخابات تمام. انا يا فندم غايه ما هنالك بقول يا ريت جميع النواب يحتزوا بحزو المستشار المستشار ملاك بدل الدعايه الانتخابيه واليوفط اللي بتتكلف ملايين. نعم. ينفقوها على الفقراء. هو ده الكلام بقى، هو ده الكلام الجميل اللي انا عايز اسمعه منك، ان انا اعمل حاجه اساعد بيها الاسر الاكثر احتياجا في هذا التوقيت، لان النهارده نسبه الفقر بقت عاليه جدا يا استاذ محمد. النهارده نسبه الفقر النهارده يعني معدوم الدخل كتره قوي، ف يعني المفروض النائب ده بدل ما يصرف ملايين في الدعايه الانتخابيه ويشتري اصوات الناس يساعد في الخفه الناس الغلابه. لان نعم. اكيد يا فندم. اتفضل يا استاذ محمد. اشكرك استاذ محمد، شكرا جزيلا على المداخله. شكرا حضرتك بيه. نرجع بقى سياده النائب. حضرتك تقريبا عملت حفله للايتام، انا حضرت في الحفله دي بشخصي وشفت حجم السعاده اللي كان فيها البسمه على وجوه، مش عايز اقول ايتام، دول قطع من الجنه على فكره، واولادنا، وانا شفت حجم السعاده كانت موجوده على وجوههم، وشفت حجم المحبه اللي في قلوب الناس ليك بصراحه. يعني انا شفت حجم المحبه، وحتى انا لما جيت قلت لك وبوضح لحضرتك مشاهدين ان انت يا ملاك بيه عايزين نوزع شنط على الناس في الشارع، قلت لي ما ينفعش. لا ما ينفعش، عشان خاطر ربنا ده بيطلعوا فوق بيستلموها من المكتب عندي فوق، وبعد ما يخلص الحفله يستلموها ويمشوا، ما حد يصورهم، ممنوع تصويرهم. فانا بوجه لحضرتك مشاهدين، حضرتك تتكلمنا على الحفله دي، كانت بدايتها او انت الهدف منها ايه، ودي كانت قبل الانتخابات على فكره، وهل انت حضرتك بالفعل مهتم بهذا الملف، ملف الاسر الاكثر احتياجا؟ طب هتعمل لهم ايه؟ مشاريع؟ كلمنا كده نتناقش معاك. بص يا سيدي، اتفضل اتفضل. انا عايزك تطلع اللي جواك يعني. بالنسبه لاولادنا دي حفله بتتعمل كل سنه، احنا بنعملها تابعه للحزب. نعم. بس المره ديت
كان في جمعية بدل الخير المرأة ومتحدي ومحد العقل. الإعاقة، نعم. عملنا بروتوكول مع جمعية بدر، فهم قالوا احنا في احتياج اكتر نعم في المكان ده لاولادنا. طب معانا الصبح البحيره، السلام عليكم. مداخلات كتير قوي، مع ان في ماتش النهارده، متوقعش ان في مداخلات النهارده، ماتش الزمالك في بطوله افريقيا ما شاء الله، والناس بتكلمنا، يبقى الناس بتتابعنا. بالتوفيق لنادي الزمالك طبعا، يعني ان شاء الله بالتوفيق لنادي الزمالك ان شاء الله. نبارك للنادي الاهلي بالامس وتوفيق ان شاء الله، وكسب الوداد على ارضه، بيمثل مصر على فكره النهارده. الزمالك بيمثل مصر، انا اهلاوي بس النهارده بشجع الزمالك. بالتوفيق ان شاء الله باذن الله. انا اهلاوي، كلنا يعني منا اهلاوي كلنا النهارده بنشجع الزمالك. السلام عليكم استاذ صبحي، معاك على الهوا يا فندم. استاذ صبحي السلام عليكم. طب الخط شكله زملكاوي زعل وخرج من المكالمه. انا النهارده واحنا بنشجع الاهل الزمالك، بنشجع كل انديه مصر لما بتلعب خارج مصر. اتفضل يا ملك. بنشجع مصر. نعم طبعا طبعا. لا كل انديه مصر بتلعب خارج مصر بنشجع. ايا كان انتمائي بقى، اهلاوي وزمالك. بس انا قلت على هو ان انا اهلاوي وبفتخر طبعا يعني. وبحب الزمالك برضه النهارده عشان بتلعب مع فريق افريقيا. اتفضل. ان اولادنا في شبرا الخيمه في اكتر احتياجا، لان شبرا الخيمه نسبه مش عاوزين نقول الفقر، لا نسبة عالية قوي، الناس تحت خط الفقر، تحت خط الفقر. فاحنا يا ريت. طب معانا الأستاذ نجلاء نجلاء من الجيزة بقى، نسمع بقى أستاذ نجلاء. السلام عليكم أستاذ نجلاء، مع حضرتك على الهواء يا فندم، اتفضلي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معاك يا فندم اتفضلي، أنت على الهواء معايا يا فندم اتفضلي. برحب بضيوفك الاول. اهلا وسهلا يا فندم، اتفضلي يا فندم. الو، معاك يا فندم، سامعك والله. انت معانا على الهوا، اتفضلي. ما بنشوفش النواب دول اصلا الا ساعه الانتخابات. نعم صحيح، دي حقيقه. صحيح حقيقه، اتفضلي يا فندم. النواب، بقول لك حضرتك النواب دول ما بنشوفهمش الا ساعه الانتخابات، وبعد كده حتى تليفونه بيتقفل دلوقتي. كل النواب بتوزع تليفونات على الناس كلها، اي طلب بعد كده بتلاقيه يقول لك ده في مشوار ده. طب انت حضرتك معانا دلوقتي مرشح المجلس الرابع شبرا الخيمه، حضرتك عايز توجه له اي سؤال او تساليه او تقولي له اي حاجه مع حضرتك؟ استاذه نجلاء، استاذه نجلاء خرجت تقريبا، الخط قطع. ملك بيتفضل يا فندم، كمل يا فندم. لا انا ممكن اعقب على الاستاذه نجلاء بعد. اتفضل يا فندم، حقك طبعا. هي اللي هي قالته ده حقيقه واقعيه موجودة مع النواب. بعد ما بينجح خلاص، أول ما بينجح محدش بيشوف وشه، محدش بيشوفه. طب إيه السبب إن أنت ما بتشوفوش؟ الله، إيه السبب إن أنت ما بتشوفوش؟ أولاً هو مش من المكان بتاعك. دي حقيقة. هو لو حضرتك في منطقة، هو ساكن في التجمع، هو ساكن في منطقة تانية. لو أنت من الأرياف، هو ساكن في مصر وبتنتخبيه وانت في الأرياف. وده اللي حصل في المنيا، قالوا لنا الكلام ده. احنا رحنا المنيا، قالوا لنا المرشحين مش مرشحين موجودة في من مصر. هو عايش ومقيم في مصر. طب انت السلام عليكم استاذ صبحي، رجع لنا تاني، عايز اوجه لك اسئله. السلام عليكم استاذ صبحي. اجيب صبحي عنده حسين استاذ صبحي. السلام عليكم، مع حضرتك يا فندم. بقول لحضرتك يا باشا، انا عايز حضرتك معانا على الهواء يا فندم، اتفضل. عايز اكلم حضرتك في حاجه خاصه بيا بس. يا حبيبي تحت امرك، بس في موضوعنا. لو اي حاجه خارج موضوعنا سيب رقمك في كنترول، اجيبك بعد الحلقه ان شاء الله. خلاص ماشي يا باشا، اشكرك يا حبيبي، شكرا يا استاذ ملك، اتفضل يا فندم. فالنهارده حضرتك احنا لقينا ظاهرة موجودة، ان الناس بتنتخب العضو بتاعها وهو مش موجود معاها. طب هو هيحس بيك ازاي؟ هيحس بمشاكلك ازاي ان ما كانش هو في نفس المكان بتاعك وقاعد وليه مكانه؟ هو عمره ما هيحس بيك. مظبوط. هو بيعتمد على نقطة ان هو بيعتمد على نقطة انه بيشتري الاصوات بالفلوس. نعم. ودايما الشيء زي ما قال فضيلة الشيخ. ايوه، ودايما احنا عارفين الانسان بدام اشترى خلاص هيتباع. دي حقيقه. مظبوط مظبوط. فاحنا عاوزين حضرتك صوتك امان، ادي للي يستاهل. لو انت اديت صوتك للي يستاهله خلاص هتلاقيه الخمس سنين ليك ولعيالك. فده تعقيبا للاستاذ المستشار حضرتك طبعا. معانا السلام عليكم استاذه منال. السلام عليكم. لا تقريبا خرجت ده، ما شاء الله المكالمات التليفون منتشر. وبعدين يا سيد بيه بعد اذن معاليك، اتفضل يا فندم. شبرا الخيمه محتاجه حاجات كتير.
ما انا لسه جاي لك حاجات كتير، عاوزين نعمل لها حاجات كتير قوي ان شاء الله، ملفاتها كبيره ان شاء الله ملك بيه باذن الله. استاذ عماد، حضرتك طبعا سمعت تعقيب المداخله اللي جت معانا اللي بتقول لك ان النائب بنشوفه وقت الانتخابات بس، واول ما تنتهي الانتخابات ما بنشوفوش ولا بنسمع ولا بنعرف عنه حاجه. حضرتك احنا بنشوف التلفزيون بس. حضرتك لو جات لك 1000 مكالمه تبقى بنفس النوع ده. ايوه نعم. ماشي بدليل الناس عانت الامرين. حضرتك خلاص. بدليل احنا جينا وباء اسمه وباء كورونا، نعم، ما لقاش عندنا 500 اكتر من 562 نائب، ما شفناش نائب على الارض. دي حقيقه. احنا اللي اشتغلنا على فكره، احنا اجتمع المدني والاحزاب. وده سبب التحول يا سيد بيه. احنا اشتغلنا والله، احنا اشتغلنا في كل مصر يا سيد بيه. تعقيم، فين النواب فعلا؟ ولا نائب على الارض. اتفضل. دي حقيقه. دي فهي دي لو دخلت 1000 مكالمه هيبقى بنفس الكلام ده. الله. ف العيب فين؟ انت شغلك تعبان قوي، بتتكلم وانت تعبان. القاضي طلع جامد قوي، حاسس بيه. ما هو النظام يا ريس. طب ما هو النظام. ما هو هو النظام. كل اللي كانوا في المشهد السابق يتصدروا المشهد دلوقتي، يتصدروا. ده في كارثه كمان يا عماد بيه جديده، لقيتهم امبارح بيتحالفوا بدون ذكر اسماء طبعا، عشان ما نقولش احنا بنتهم احد. اللي وصل الصوت لملايين والكلام ده امبارح بيتعاقدوا، بيعملوا اتفاقات مع المرشحين اللي ليهم شعبيه زي ملاك بيه كده على الارض، عايزين يعملوا اتفاقات معاه ويضموه معاهم من دلوقتي، وبداوا يتحالفوا. انا حاليا السلام عليكم استاذ رئيس. السلام عليكم، معانا مداخله. انا ما توقعتش ان في مداخلات دي والله، وفي ماتش دلوقتي. السلام عليكم استاذ رزق. مع حضرتك يا فندم. اتفضل. سلام. اتفضل يا فندم مع حضرتك. اهلا بحضرتك يا فندم. حضرتك انت بتتكلم عن موضوع مهم جدا بتاع مجلس النواب 2020 طبعا ده، تمام. بس انا عايز اقدر لحضرتك حاجه مهمه. الموضوع كله ماشي للاسف يعني بالفلوس، يعني نواب كتير قوي ماشيه ان هي بتشتري الاصوات بالفلوس، وده سيء. والناس عشان تعبانه فبتوافق على الكلام ده. نعم. لا، في طبعا بعض النواب بس يعني النسبه لا تتعدى 5%. نعم يا حبيبي. حتى كمان ناس عشان كده عزفت عن النزول. يعني يا ريت احنا بنقول الناس انزلوا، مش عايزين ينزلوا. نعم. اتفضل يا حبيبي، اتفضل. انا بسألك، بقول لحضرتك الناس حتى الناس عايزه تنزل وخايفه، تقول لهم ايه؟ الو. شكرا. الخط هو نفس الكلام يا فندم. شفت بقى نفس حضرتك، شفت الناس، شفت نبض الشارع. حضرتك بتقول لي الاهات وانت حضرتك تعبان. شفت نبض الشارع، شفت نبض الشارع. نفس لكن الناس مش عايزه. مفيش مكالمه حضرتك، هات 1000 مكالمه، هات 1000 مكالمه دلوقتي، مفيش واحده، مفيش مكالمه تضيع. طب انت مع الراي اللي بيقول ان انا اخد ودي صوت لحد تاني ولا ما اخدش؟ احنا بس عايزين نوضح للساده المشاهدين، في بعض الاراء بتقول لك يا عماد بيه لا انا اخد الشنطه واخد الفلوس وادي صوت اللي انا صوت لواحد تاني. هل ينفع الكلام ده؟ انت معاك اداني الشنطه. انت معاك الكلام ده حضرتك؟ ده حضرتك برضه انت معاك الكلام ده عشان نبطل المال السياسي في الانتخابات. انت معاك الكلام ده يا ريس؟ لا، مش معاك الكلام ده يا ريس. مش معاه خالص. لا لا لا، لان انا طالما قبلت يبقى انا ده وقعت في المحظور. آه. ولا انت شايف انه ياخد ودي صوته لحد تاني؟ لا، ناس لا. كتير قالت الكلام ده. طب ما في فقر جامد. والمال السياسي بيستغل الكلام ده يا سيد بيه. نعم 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 يا ملك. انا قلت الكلام ده لوحدي النهارده. انا مش لاقي قوت يوم. التفاعل معانا على فكره على الهوا، الناس مداخلات كتير قوي، عايزين نتكلم معاكم شويه يعني نخف المداخلات. النهارده انا ما عنديش القوت اليومي في بيتي. نعم. انا اوريدي هاخد الشنطه. انا لو مكانه هاخد الشنطه. نعم. وهدي صوت اللي انا عايزه. يعني انت صوت اللي انا يعني عاوزه. يعني انت ياخده، يعني خد الشنطه، ياخد صوتك للي انت عاوزه. يبقى كده في رايين مختلفين. خد ال 100 جنيه اللي هو يدلك ده، وصل الصوت ل 500 جنيه. لا، وصل الانتخابات اللي فاتت ل 1000 جنيه و 2000 جنيه في الانتخابات اللي فاتت. ليه؟ انا النهارده قدامي 500 جنيه وانا عيلي جعان. نعم. عيلي مش لاقي، هعمل ايه؟ هضطر اخدها. اضطر اخدها، بس انا بقول لك خدها. خدها. ودي صوتك لواحد تاني، لان اللي بيشتريك بيبيعك. وعاوزين نسمع راي الدين في اللي بيدي ال 500 جنيه. فضيله الشيخ، طب يعني المستشار عماد اختلف مع الملاك بيه. المستشار عماد يقول لك لا، ياخد ما ياخدش خالص، لان كده وقع في المحظور. بيستغلوا حاجه الناس. ملاك بيه. طب السلام عليكم، معانا مداخله. السلام عليكم. الو. مع حضرتك يا فندم. استاذه ناديه مع حضرتك، اتفضلي. الو. استاذه ناديه معاكي، سامعك يا فندم، انت معانا على الهوا، اتفضلي. حضرتك انا اوطي صوت الرئيس الجمهوري. اتفضلي يا فندم. حضرتك طلعتهم بقالي سنتين بنسبة معاش 600 جنيه وانقطعوا مني. نعم. ورحت للمرشحين ورحت لكل المحبس طبعا. يعني حضرتك بتطالب ان معاشك يزيد يعني؟ لا، اتقطع. ايوه، معاشك قطع. العلاج متقطعش يعني زي زي. طب حضرتك ممكن تسيبي رقمك في الكنترول وانا هكلمك بعد الحلقه ان شاء الله. اشكرك يا فندم.
شكرا. فضيله الشيخ حضرتك بقى ترد على الرايين، عايزين الراي الشرعي بقى. احلى حاجه اللي الاختلاف في راي الافضل الود ايه؟ قضيه. المستشار عماد قال ان ما ياخدش وقع في المحظور، المستشار ملاك قال ياخد ودي صوته اللي يستحق، انت ترد على الرايين تقول ايه؟ اتفضل. ننظر بعين الواقعيه والموضوعيه، فرسولنا نعم. صلوات الله وسلامه عليه علمنا وربانا انه ما من عبد يسترعيه الله عز وجل رعيه وهو لها غاش يموت يوم يموت الا وحرم الله عليه الجنه. إذا كنت في بحبوحة من العيش فيحرم عليك تحريما قطعيا أن تأخذ هذا، فإنما يعد ذلك سحت ورسول الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وأي جسد نبت من سحت فالنار أولى به. أما إذا ما كانت هناك الضرورة الملحة التي تجبره إجبارا على أن يمد يده ليأخذ هذا الفتات فليأخذ، ولكن ليراعي ربه وليراقب ضميره. إذا ما كان صاحب قلب حي فإنه بينه وبين الله أمانة، ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فإذا ما أخذ حيرتني هذا حيرتني يا فضيلة الشيخ، حيرتني. يعني أنت جاوبت إجابتين، أيدت كلام المستشار عماد وقلت كلام مستشار ملاك، لان احوال الناس متغيره. شفت بقى انت حيرتني معاك يا فضيله الشيخ. هذه ليست الحيره، يعني متغيره. لا رايك عجبني جميل، يعني لدرجه ان في حديث بيقول لك لو انت حتى سرقت عشان تاكل مش حرام. يعني حينما يعني كان عام الرمادة عطل عمر رضي الله عنه. في عام الرمادة عطل عمر رضي الله عنه وأرضاه تنفيذ الحدود، وما ذلك إلا مراعاة لأحوال الناس. بل إنه حينما سرق أحدهم طعاما يقيم به صلبة اشتكى الرجل، فقال عمر رضي الله عنه: ووالله لئن جاءني بعد يومنا هذا سارقا لأقطعن يدك أنت. هذا الذي أجبره على أن يمد يده. نعم. يبقى كده احنا مش بنشجع الفساد يا مستشار عماد، بنوجه رسالتين دلوقتي. إذا كانت هناك الضرورة الملحة عن ضرورة. طب ما احنا بنقول وكما قال والقاعدة الفقهية الأصولية موجودة، الضرورات تبيح المحظورات. فضيلة الشيخ، يبقى احنا دلوقتي عندنا فضيلة الشيخ وجه رسالتين. الرسالة الأولى: إذا كان ليس له أي احتياج لهذا المال وأخذه ويملكه فهو حرام وسحت، وإذا كان في أشد الحاجة لهذا المال لأنه لن يستطيع أن يأكل أو يشرب أو يقضي حاجته لمستلزمات بيته وأخذ هذا المبلغ فهو ليس حرام، ويعطي سلطته وأمانته لمن يستحق. أنا بقول أحسن المشاهدين بس. يبقى أنت أجبت إجابتين، أيدت كلام المستشار عماد وأيدت كلام المستشار ملاك. الوعد الوعد، لو أنا وعدتك بحاجة حضرتك لازم أنفذها صح؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث: آيات المنافق ثلاث، إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا تمن خالف. لنسأل السؤال: من الذي أجبره ومن الذي ألجأه إلى أن يمد يده إلى هذا القليل؟ لو أنا أخذت المال ده ماشي والوعد ده انا ما نفذتوش. طب معانا مداخله الاستاذ علي. السلام عليكم، بس عشان الحوار سخن شويه. السلام عليكم. الله وبركاته. استاذ علي معاك على الهوا يا فندم، اتفضل. حضرتك منور الدنيا والله يبارك لك، يعني كلام كويس خالص. ربنا يخليك يا حبيبي، تسلم. كل خير. تسلم يا حبيبي، ربنا يبارك لك. اتفضل يا فندم. حضرتك سامعني كويس؟ معاك يا فندم على الهوا، اتفضل. الو، عايز سامعك يا حبيبي، اتفضل. تفضلك الله. انا بقول لحضرتك الله ينور على حضرتك وعلى الكلام اللي حضرتك بتقوله، فعلا يعني في حماس وفي ان شاء الله الدنيا تبقى كويسه. ولكن هقول لحضرتك على حاجه. اتفضل. المجلس النواب 2020 هيتعمل، وفي ناس هتبقى اعضاء مجلس الشعب. نعم. تمام؟ كده كده هيتعمل. نعم. احنا دلوقتي يعني دوله بنسبه مثلا 60% صناعيه. نعم. والمفروض ان احنا ارض زراعيه. نعم. تمام؟ احنا عندنا نسبة صحراء كتير. نعم. تمام. نسبة الصحراء دي ليه ما يتوزعش مثلا على اللي هو لا هو موظف ولا هو مثلا عنده حاجة يشتغلها، ياخد فدان ويشتغل فيه. نعم. تمام. احنا هنقوم، الدولة هتتحرك، هيكون فيه استثمار، هيكون فيه فتح ابواب جديدة لكل واحد يعني يشتغل في مجاله. تمام. نصدر، يبقى في اكتفاء ذاتي، الدنيا تتغير. تمام. الناس اللي موجوده اللي هي هتكون موجوده مثلا في مجلس الشعب، احنا مش عاوزينهم مثلا يقولوا كلام وما يتنفس. نعم. او ان هو يطلع يزعق ويقول الحكومه هي المسؤوله والحكومه هي اللي في ايديها تعمل. لا، احنا عايزين نقول حلول. نعم. صح ولا غلط؟ وكل القوانين السابقه يا استاذ علي اللي تم تنفيذها في الفتره السابقه صادره من مجلس النواب، عشان احنا بس بنقول الحكومه والدوله، هم بيصدقوا على القوانين، بيتعرض مشروع قانون
من احد اعضاء مجلس النواب او احدى اللجان وبيصدق عليه، الدوله بتنفذه، الحكومه بتنفذه. فبالتالي احنا عايزين مجلس النواب بالفعل يعبر ويحقق طموحات المصريين، عايزين قوانين تخدم المواطن البسيط. الدور الاساسي للنائب. صح يا استاذ علي، معايا حضرتك في الكلام ده. بس حضرتك في حاجه بقى بالنسبه لموضوع التصحر الاراضي والكلام ده، معانا سكينه بيجاوبنا على الموضوع ده، ان الناس خدت، وانت قلت لي اتناقشنا فيه مع حضرتك في البرنامج، قلت ان الناس بتاخد الارض وما بتستصلحهاش، بعد فتره بتنسحب منها، بعد فتره لانها لا تملك امكانيات لزراعتها. وعشان ارجعها ارض خصبه اراضي زراعيه عايز لها 100 سنه عشان تنتج انتاج الاراضي الزراعيه. شكرا يا استاذ علي، اشكرك. استاذ مكتوب ترد عليه تقول له ايه في موضوع الاراضي دي؟ انت كنا اتناقشنا في الموضوع ده انا وانت قبل كده اهو. الاراضي لما بيجي وزاره الزراعه او الدوله بتوزع اراضي، الناس بتاخدها وهي مش ما عندهاش امكانيات لزراعتها، ما عندهاش امكانيات وبتسحب منها تاني، وبيسيبوها على امل انها تتباع سكني للاسف. فدي هي المشكله، هو بيحاول يستغل الدوله في الحاجه دي. بيوضح للاستاذ علي دلوقتي الكلام اللي قاله اهو، الدوله والله فاتحه زراعيه، البديل بيعمل ايه؟ بيسحب منه الارض دي. مظبوط يا رئيس الدوله. ملاك بيه مشكله ثانيه، ملاك بيه انت قلت لي ان الدوله فاتحه زراعيه للجميع، يا جماعه تعالوا خدوا اراضي استصلحوها، ما حدش عايز. بيروح ياخد، تلاقي واحد رجل عمل خد 1000 فدان 2000 فدان ودفع الورقه بتاع اللي هي بدايه التعاقد، شعب بيدفع مبلغ ضعيف ويوزعها على الشباب، يلم من كل شاب يبيع الفدان، بيفكر انه هو فدان. عشان كده يا سيد بين دائما ابدا ننادي. طب معانا المداخله استاذ كمال بحيره صباح. ده المداخلات دي ايه؟ ده احنا واخدين ساعه، ده احنا كده مش عارف نشتغل معاكم يعني. السلام عليكم استاذ كمال من البحيره، يعني الناس سابت المشي وتتفرج عليك علينا دلوقتي. استاذ ملاك السلام عليكم. الو السلام عليكم. استاذ كمال اتفضل يا حبيبي. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا مش سامع حضرتك. انا سامعك يا حبيبي والله، وكلنا سامعينك. العطل من عندكم. اتفضل يا استاذ كمال. سامعك والله، اعلي صوت شويه كمان. انا بس اقول لحضرتك حاجه. سامعك يا حبيبي اتفضل. انا هاخد بمقوله الرئيس حسني مبارك الله يرحمه. اتفضل يا فندم. خد فلوسهم وصوتهم اللي انت عاوزينه. اه يبقى انت بتأيد الاستاذ ملاك برضه. خد فلوسهم واعمل اللي انت عايزه. اعمل اللي خلصك منه. ارض الشركه العامه للدواجن، ارض الشركه العامه للدواجن. نعم. يا ريت الدوله تبص على الارض ديت بعد ما اتخربت، الشركات اتباعت. انت عارف المتر اتباع بكام؟ اتفضل. 2 جنيه ونص. يا خبر ابيض. انا رحت اشتري حته فيها لقيت ال 60 متر عاملين 120,000. يا خبر ابيض. شكرا يا استاذ كمال. شفت التشريع ورقابه. شفت يا باشا الدور الاساسي للنائب ان يكون مشرعا مراقبا. عايزين شفت الدوله مظلومه ازاي؟ يعني الدوله مظلومه، شفت الاستغلال؟ شفت الدوله مظلومه؟ هنقول الدوله اهو بيقول لك المتر ب 2 جنيه ونص، لما جه بيقسم متر قال له 130,000. شفت الدوله مظلومه؟ هو ده اللي بيحصل. فين الالاف يا سيد؟ واصلا ارض شركه الدواجن. فين يا ريس بقى؟ هو ده اللي بيحصل يا سيد بيه. ما احنا بنقول نعم. رؤوس الاموال نعم. الطفيليه. طب دلوقتي الوقت بدا بيكلموني في كنترول الوقت، خلاص بيجري، الساعه عدت كالبرق سبحان الله. احنا عاوزين جمال. معلش عاوزين نودي حاجه بس. انت هتعمل ايه للغلابه يا ملاك بيه في انت قلت لي هعمل مشاريع صغيره، هتعمل ايه؟ اتفضل اتفضل. المشكله القائمه في مصر نعم. عامه نعم. ان واحد بيشتغل وست سبع افراد بيصرفوا من شغل واحد. نعم. لازم الدولة كلها تشتغل، لازم الأسرة كلها تشتغل. نعم. حل إن الأسرة تشتغل، نعمل مشاريع صغيرة للناس. زي إيه يا ملاك بيه؟ مثلا زي الهاند ميل. الله الهاند ميل، ده ده ممكن المشغولات اليدوية تتعمل، المشغولات اليدوية تتعمل، المرأة تعملها وهي في بيتها، وإحنا ناخد الحاجة دي نسوقها. تمام. انت قلت ان انت معارض ونوادي. احنا بدانا بالفعل. قلت ان انت بدات في الموضوع. بدانا بالفعل. جبت مدربات. مدربات بتدرب المشروع دوت. نوضح للساده المشاهدين والناخب في شبرا الخيمه الكلام ده، اللي حضرتك بدات تعمل مشاريع لتنميه الاسره ولدعم الاسر الاكثر احتياجا تحت خط الفقر. ده لازم. تعمل مشروع الهاند ميد، منتجات الحرف اليدويه، وبدات تجيب مدربات تدرب السيدات على الانتاج. وبرضه وانت اللي سوق لهم كمان. لا لا ده انت مدلعهم قوي كده يا ملاك. ان شاء الله نعمل معارض في نوادي كبيره. ده انت بتدلعهم قوي. هنعمل معارض في نوادي كبيره. نعم. نسوق المنتج ده لحسابهم، هو ده بقى، بحيث ان هو يكسب
ويشتغل. مستشار عماد شايف البرنامج الجميل، بيشوف برنامجه هو اهتمامه بالمواطن البسيط. اشكرك يا ملك بي والله، انت ملك انت حيت فينا حاجه جميله. انت انت انسان جميل على فكره ملك حقيقي والله والله الكلام ده دخل قلبي انا، فما بالك بالمشاهدين. يعني انت راجل بتاع، انت برنامجك هو المواطن، اللي يحتاجه المواطن هو برنامج. كل ما يخص ورق وورق انا فاضل تشيل، هو البرنامج الخاص ليا. كل ما يخص المواطن المصري وبالاخص شبرا الخيمه هو برنامج ليا. الله عليك يا ملك بي، الله عليك. ملك بي، ملك بي قبل ما يكون نعم، او قبل ما نعيده في الانتخابات، هو صديق ليا. نعم والله العظيم، اقسم بالله وانا صديق لنا كلنا على فكره. بعد ايش انت هتاخده ليك لوحدك على الهوا برضه؟ مش هتكلم عايزين اقسم بالله العلي العظيم ثلاثه اني انا وانا على الهوا واتحاسب على هذا القسم، ان مفيش واحد بيخش المكان الا مجبر خاطره. اطيب اطيب قلب حقيقة والله، حقيقة. وهو حضرتك وهو حضرتك يعني بدل الانسان عنده جمعيه، احنا عايزين بقى نائب بقى بحجم احلامنا زي ملك بي كده. قول الشعب المصري، انتوا شايفين المال السياسي، شايفين الراجل الخام يعني، خامه نظيفه، يا ريت خامه نظيفه زي امثال. احنا عايزين كده، يا ريت بقى، يا ريت الكلام. تعبنا بقى من الاشكال القديمه، عايزين اشكال جديده، عايزين ناس محترمه، عايزين ناس عندها. ده لما طفله صغيره بتغني باك على غنائها في الحفل. طيب نحط الناس ازاي يا ريس؟ طيب باك والله. طب نحط الناس دي ازاي؟ نحطها، نقول بقى للساده الناخبين، نقول للشعب المصري العظيم، اختار من يمثلك، اختار اللي انت بتحس ان هو حاسس بيك. مش نختار واحد ينجح ما نشوفش وشه، ينجح يقفل تليفونه. يا سيد بيه، دي كارثه. النواب اللي فاتت في كورونا عملتوا لنا ايه؟ سبتوا الاطفال تموت، سبتوا الناس تموت، ما نزلتش الشارع اساسا. ما نزلتش الشارع، انا ما شفتكش. انا واحد من الناس. الشيخ ظلمك النهارده في الحوار. بعد اذن معاليك، بعد اذن معاليك. انا واحد من الناس، كنت بلف بحالات، انا مش عارف. المستشفى فاضيه، المستشفى فاضيه. لازم اتصل بتليفون. ده انا عرفت ان انت ما بتشتغلش عمل عام ليه للناس دي؟ انا عايز اقول لها حاجه بس يا حضرتك، ما نسيت اقولها، انا اوضحها للساده المشاهدين. الاستاذ ملاك ادو صديق شخصي على فكره، بعيد عن انه معايا ضيف في الحلقه، هو صديقي. هذا الرجل انا كنت ماشي معاه وراكبين العربيه وماشيين، قال لي على فكره العماره دي بتاعتي ومالكونها بقى لها 10 سنين ساكنش حد فيها. بقول له طب انت راكنها ليه؟ قال لي بحلم ان انا اعملها مستشفى مجانا للفقراء. والله قال لي كده، قال لي بس مش عارف تكلفتها ايه، وانا امكانياتي مش هتسمح ان انا اقدر اجيب اجهزه غاليه قوي. شوف يا زاد، بيه حد يجيب الاجهزه دي ويعملها كلها على الوجه ده. انا بوضح كلام انت ما قلتوش على فكره، انا بقوله عنك نيابه عنك، دي حقيقه حاجه والله. حقيقه حقيقه، حسينا بواحد بيحس بيه، واحد عايز يعمل حاجه بقدر امكانياته، حد استغل، لم يستغل الانتخابات لهي مكاسب شخصيه. بلدنا لسه فيها خير يا سيد. انا عايز اقول ان في واحد النهارده متبرع بمدرسه في الفشل. نعم، احنا بنشكره وبنحييه. طبعا طبعا، لازم نقول لازم نقول الحسنات ونقول الحاجه الكويسه للشعب المصري. انا عايزين نزرع في قلوب الشعب المصري حته التفاؤل بقى. يعني احنا تعبنا من التشاؤم، لازم يبقى في عندنا تفاؤل ان اللي جاي احسن وبكره احلى. فضيلة الشيخ، نعرف ان احنا النهارده ما اديناكش حاجه في الكلام، لان سياده النائب النهارده ملعلع معانا ما شاء الله، وعايز اقول حاجه كتير قوي، وقتنا ضيق. حضرتك عايز تقول كلمه، توجه كلمه للساده المشاهدين في هذا العرس الانتخابي، تقول لهم ايه؟ لي كلمتان، أما الكلمة الأولى نعم، فهي لمن تصدر المشهد وأراد أن يكون نائبا عن الشعب. أولا، اعلم أنك مسؤول أمام الله عن كل خطوة تخطوها وعن كل كلمة تتفوه بها، فما نعم، أنت إلا مشرع لا للجيل الحالي وإنما للأجيال القادمة، فلا نعم، بد أن تكون صاحب فكر مستنير. دي رقم واحد. أو هذه هي الأولى. الثانية، وإتماما لهذه الفكرة الأولى، قولة عمر رضي الله عنه وأرضاه: لو أن بغلة بالعراق تعثرت لخشيت أن يسألني الله عنها يوم القيامة، لما لم تباهد لها الطريق يا عمر. فإذا كان هذا مع الحيوان فما بالنا بالإنسان. ثم الكلمة الثانية لهذا الذي سيدلي بصوته: اتق الله واعلم أنك ستسأل عن هذا الاختيار، فلعلك إذا ما اخترت اليوم لخمس سنوات قادمة فإنك لا تختار لنفسك، وإنما تختار لأمتك وشعبك ولمصرك الغالية، فلتحسن الاختيار، فلتكن صاحب ضمير وقلب يقظ. أنت وجهت رسالتين من عندهم للسادة المشاهدين، رسالتين، الأولى للمرشح، أيوة، والثانية للمواطن. نعم، الأولى إن أنت لما للمرشح، الثانية تتق الله في صوتك لأنه أمانة، وأعطيه لمن يستحق لأنك ستسأل عنه يوم القيامة. والأولى عندما تختار النائب لابد أن يكون هناك أمانة، ولا تبيع نفسك بالمال.
رسالتين حضرتك وجهتهم في غايه الخطوره والاهميه. طب فضيله النائب او سياده النائب، فضيله الشيخ طبعا سياده النائب، عايز اقول لحضرتك بتقول ايه للشعب المصري في هذا العرس؟ الناس بتعزف عن النزول، بتقول لهم ايه؟ لا انزل وشارك. انا عايزك بقى تقول اللي في قلبك ايجابيا. انزل وشارك بايجابيتك مهما كانت ماليته انت هتحرجه. انزل وشارك، كل ما يلاقي الصوت كتير هيدفع اكتر وهنضره اكتر، ولازم نشارك بصوتنا عشان صوتك امانة، بتمثل بلدك، بتمثل دنيتك كلها، لازم تختار مستقبل ابنك. مستشار امان تقول ايه لل... الرئيس قال مصر بتتغير. نعم احنا عاوز الشعب كله، عاوزين الشعب كله يتغير. يعني عايز الشعب بالتغيير ينزل بقى. ينزل عشان نجيب نواب يحسوا بيه. ينزل عشان نجيب ينزل نواب. احنا بنتحارب من جميع الدول. يبقى احنا انزل انزل عشان نجيب انزل. نواب رسالة هي للسادة مش انزل عشان نجيب نواب تحس بينا، انزل عشان خاطر نجيب نائب بحجم احلامنا كمصريين، انزل عشان نجيب نائب يشرع قوانين تخدم المواطن البسيط. وعايز اقول بشرة ان وزارة الاسكان قبر عاجل طرحت 100,000 قلناها امبارح وحدة سكنية. هذه الوحدة السكنية انا اقولها بالبلدي بثلاث تعريفة، الدولة اهي بدأت تشتغل. احجز ادفع 12,500 و 75 متر واقساط على 3 سنين، كل على 3 سنين، كل 3 شهور ربع سنوية، كل 3 شهور ب 2500 جنيه يعني 700 جنيه في الشهر. بعد الثلاث سنين بتدفع 280 جنيه لمدة 20 سنة، بتبقى شقة تمليك، يعني بتديك الشقة دي. انزل وشارك واللي جاي احسن، واعرف ان بكره احلى بوجودك انت، بصوتك انت، صوتك امينه. انزل وادي صوتك لمن يستحق، اوعى حد يضحك عليك، اوعى حد يشتري ارادتك، اوعى حد خد زوجتك وخد ابنك يسلبك ارادتك. وجه كل الناس انها تنزل، نزل صوتك لان انت لو ما نزلتش اصحاب الاموال بيشتروا. الله قال في قرآنه إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، فلتكن أنت أول خطوة في التغيير. صح. سيادة النائب ملاك بي، هتوجه بقى رسالة أخيرة للشعب المصري قبل ما نختم، تقول له إيه في عجالة كده؟ هقول له عاوزين نمشي على مسيرة الرئيس. الرئيس عبد الفتاح السيسي شغال وبينهض بينا، بس إحنا قايمين من ثورات وضربات والعالم كله بيحارب فينا. نعم. فالراجل ده بيشتغل بكل قوته، نسنده. عاوزين نسنده بكل قوتنا. نعم. انا عارف ان احنا وصلنا لمرحلة تعبانين فيها قوي، بس ربنا معانا. اشكرك يا ملاك بي. استاذ عماد، توجه رسالة اخيرة للشعب المصري العظيم في هذا العرس. قول صوتك امانة، صوتك امانة، ما تديش اللي يستحقه. صح. عشان تقولش بكرة، عشان تقولش فين العيب، هتلاقي العيب فيك انت. لو انت عطيت صوت للمال او صوت للمجامله وترجع تقول العيب فيه، لا العيب فيك انت. انت لا. انت اللي اخترت الخطا، انت السبب، انت السبب. حضره المواطن انت السبب، حضره المواطن انت اللي هتغير. زي ما قلت انت، مصر عايزه تتغير. مصيرك في ايدك. ونتمنى. والرساله الثانيه، الرساله الثانيه لامي، ان ربنا يشفيها وبطن الساده مشاهدينا، ان ربنا يشفيها الحاج ابو عمر رمضان، ان ربنا يشفيها. نسال الله ان يشفي مرضانا ومرضى المسلمين. كلمه اخيره، جزء مقتطع من حديث رسولنا صلى الله عليه وسلم حينما خاطب أولئك الذين انهارت نفوسهم لحظة. نعم. واحتل الإحباط واليأس أرواحهم لحظة، فقال صلى الله عليه وسلم: واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب. نعم. وأن مع العسر يسرا، ولن يغلب عسر يسرا. شكرا الشيخ. أعزائي المشاهدين، ده كان موضوع حلقتنا النهاردة، نتكلم على عرس الانتخاب، عرس الديمقراطي الجميل، انتخابات مجلس النواب، واتناقشنا تقريبا في دور عضو مجلس النواب وايه اللي عايز يعمله للشعب، وحذرناكم وقلنا لكم كتير ان اختار من يمثلك، اوعى تبيع صوتك، اوعى تبيع ارادتك، اوعى حد يسلبك صوتك لمده 5 سنوات قادمه. اعزائي المشاهدين، ده كان موضوع حلقتنا النهارده، وتحيا مصر، ومصر تحيا، ويا مصر بكره احلى. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.